أن نذهب إلى ضيوفنا. ينضم إلي من القدس المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية ألون أفيتار. أهلا وسهلا بك سيد ألون. الحديث الآن عن أنه في يعني إسرائيل تقول الكرة في ملعب حزب الله، بينما واضح أنه الكرة كانت في ملعب إسرائيل وأمريكا، وأنه هذا الاغتيال، هذه العملية تم التوافق عليها بين إسرائيل وأمريكا. إسرائيل قدمت هدفا مطلوب أمريكيا للحصول على الموافقة الأمريكية، وأنه حتى تم خداع الساسة اللبنانيين من خلال قول بأنه الرد الإسرائيلي أو الهجوم الإسرائيلي سيكون محدود، بينما جاء ليستهدف ثاني رجل ربما في الحزب عسكريا، وهو تصعيد خطير لدرجة أن الحزب لم يتوقع ذلك، والدليل أنه الرجل كان في الضاحية يعني، بينما قيادات أخرى تم إخراجها من هناك. هل ما زلت تقول بأنه الكرة في ملعب حزب الله؟ أليس واضح أنه في تصعيد ممنهج قوي جدا من إسرائيل من خلال هذه العملية؟ أهلا جميع، إلى جميع مرحبا. أذني ما في أي تردد أنه كانت هون مفاجأة داخل لبنان، داخل حزب الله وداخل القيادات العليا في طهران. إسرائيل دربت ضربة قوية ومهمة كمان ضد المستوى العليا في حزب الله، وأذني هي مشبه لا اغتيال رقم واحد أو رقم اثنين. في ناس بيقولوا إنه هو رقم واحد بس مش مختلف بين واحد واثنين، بس نهائيا هي مشبه هذه الاغتيال لا استهداف أو تدمير مواقع عسكرية استراتيجية إضافية كمان أو أخرى. معناته إنه الضربة الشخصية والنفسية إذا بدك والسياسية داخل القيادة العليا تبع حزب الله من ناحية إسرائيلية، هذين في نجاح عسكري واستراتيجي مهم. هلا وأنا برجع على سؤالك كمان، أكيد كل الكرة بشكل كامل موجودة عند حزب الله. إذا حزب الله كمنظمة تعود على الضربة الإسرائيلية بشكل خاص، نحن أذين موجودين في صفحة جديدة تبع هذه التصعيد، وراح يكون مسلسل ردود فعل من كل الأطراف. بس يعني اسمح لي سيد ألون أفيتار، يعني هذا الهجوم الإسرائيلي اليوم أليس إعلان حرب؟ يعني احنا يعني كانت التصريحات كلها تقول انه اسرائيل لا تريد الدخول في حرب مع حزب الله، لا تريد توسيع، كل هذا الكلام لا يتسق مع مستوى الضرب اليوم. هل في تردد في او شك في اي موقف في اي دوله في اي منطقه في الشرق الاوسط انه في كان التزام اسرائيلي لرد جدي ضد حزب الله؟ ما في اي تردد، ما في اي سؤال بالنسبه لهذه القضيه. أذني ما في أي إعلان في استكمال المعادلة أو نهاية المعادلة أو تنفيذ الالتزامات الإسرائيلية اللي كانت من المتوقع داخل الساحة الإسرائيلية وخارج الساحة الإسرائيلية إنه إسرائيل راح ترد. أذني هذا ما كانت المسألة. لا الرد يعني زي ما حضرتك بتقول انه رد حزب الله ايضا محسوم. نحن نتحدث عن المستوى، لانه في اخبار بتقول انه تم تسريب انباء بانه الهجوم الاسرائيلي سيكون مثل العاده على مخازن اسلحه، على المطار، على وليس يعني اغتيال شخصيه بهذه الاهميه. من العنصر اللي صبر هذه الصوره؟ لازم نرجع للمصدر ونسأل شو كان التكييم، على أي أساس، شو كانت المصادر لهذه التكييم. من يعني احنا بنحاول نفهم انه من وزير الخارجية اللبناني اللي تحدث للCNN وقال انه يعني ممكن يكون الموضوع محدود، يعني بس محدود لعله وصلت هو رسائل طمأنة من أمريكا. يمكن انا موافق معك يا استاذ، محدود معناته ضد حزب الله ومش ضد لبنان كدولة، مش ضد بيروت كعاصمة لبنان، مش ضد البنية التحتية المدنية داخل لبنان. محدود من ناحية الإطار، والإطار هو حزب الله من بداية لنهاية. بس أذني أكثر من هيك، من ناحية لبنان كدولة كمجتمع كنظام، هذا الاغتيال كان مريح، كان مناسب،
من ناحيه اللبنان اللبنانيين ومن ناحيه الحكومه اللبنانيه، انت ذكرت في سؤالك وزير الخارجيه، هذه الضربه كانت كويسه من ناحيتهم، معناته اسرائيل يعني سكرت الحساب، سكرت الحساب بهذا الاغتيال ضد حزب الله، وما في حساب بين اسرائيل ولبنان كدوله. طيب اديني من ناحيه الظروف هي مناسب للحكومه اللبنانيه. هذه 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 ممكن احيانا نسميها سياسه حافه الهاويه، وهي سياسه كانت ايران تمارسها اكثر في السابق بالذهاب الى التصعيد حتى حافه الهاويه، هذا شهدناه في الملف النووي الايراني، شهدناه في كذا. لكن هل تعتقد أن حزب الله اليوم عنده ضوء أخضر من طهران للرد، أم يجب أن ينسق مع طهران؟ لأنه في الوضع الآن أصبح خطير جدا، وواضح أنه من خلال عملية اليوم يظهر أنه حزب الله وكأنه كتاب مفتوح أمام الجيش الإسرائيلي، يختار أي قيادي ويستهدفه في المكان وفي التوقيت الذي يريد، وكأنها رسالة لي حسن نصر الله الأمين العام. يعني عند كل الظروف خارج المنطقة وداخل المنطقة في استعدادات وتجهيز ورفع الاستعدادات للدرجة الأولى من ناحية الاحتمالات اللي موجودة على الطاولة. نحن شايفين إنه في سفن في البحر، سفن أمريكية، وسمعنا أصوات من إيران وإلى آخرين، بس نهائيا أذني المصلحة المركزية هي 90%، مش 100%، ولا واحد بيعرف شو راح يكون بكره صباحا، بس كمسلسل كردود فعل. بس نهائيا اذني ما في مصلحه كمان لايران انه بكره صباحا راح تبدا حرب او معركه واسعه وكبيره، عشان هذا بياثر او الشطر بيشتغل على كلهم وعلى على ايران وعلى لبنان اكثر. عشان هيك اذني رغم كل التهديدات ورغم كل المحاولات ل قلق اسرائيل والى اخرين، نهائيا اذني من ناحيه ايرانيه ممكن من ناحيه هي تفضل انه حزب الله راح تتراجع تتراجع وما يكون تسعيد، بس هي جوهري. انا ما بقول ما بحكيش على رد محدود، نحن نحكي على أكثر من صاروخ ومسيّر. طيب أنت سيد ألون أفيتار، من خلال في امتحان، من خلال خبرتك العسكرية الآن، كان دائما في مشكلة قياس قوى الردع بين الطرفين، إسرائيل دولة ولديها جيش، حزب الله ميليشيا عسكرية، وكان دائما أنه القتال البري ممكن أن يكون صعب على الجيش الإسرائيلي. الآن دخلنا في مستوى مختلف، وهو الاختراق الاستخباراتي اللي أظهرت إسرائيل فيه تفوق حتى على إيران بالذهاب إلى داخل إيران وتصفية قيادات هناك، حتى هناك من يتهم إيران ربما بأنها المسؤولة عن مقتل الرئيس الإيراني. لكن في حزب الله في لبنان هذا السلاح الجديد وهو الاختراق الاستخباراتي والوصول إلى القيادات بشكل مباشر، من خلال عملية اليوم برأيك هل يقنع إيران وحزب الله بأنه في فارق في القوة بدلا من الاستمرار في إرسال المسيرات، ويعني وكأننا نتحدث عن مستوى جديد أعلى في الحرب والقوة عن المستويات السابقة؟ أنا موافق معك بشكل عام، بس أضيف بسطرة جملة كثيرة اللي بتصور الوضع الراهن. أذيني من ناحية العالم، شرق الأوسط، داخل شرق الأوسط وخاصة إيران، إسرائيل أثبتت وشهدت القوى العسكرية الجوية والاستخبارية الخاصة اللي موجودة عندها. معناته نحن رأينا اليوم عملية مش عادية داخل مركز بيروت، داخل القيادة العليا تبع حزب الله، وهذا مش عملية أو عملية اغتيال عادية. نحن نحكي على إشي خاص من كل النواحي. عشان هيك أذيني كل العالم وخاصة في طهران سجلوا كل النتائج والحسابات عندهم من أجل تحضير الاستعدادات من كل النواحي لقدام وحسب كل التطورات. مفهوم مفهوم. أشكرك شكرا جزيلا على مشاركتنا في هذه التغطية.
السيد ألون أفيتار، تحدثت معنا من القدس، المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية.